안녕하세요. 미나상. 안녕하세요. 사사지수 왔어. 안녕하세요. ورجعنا لكم فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا كلكم كويسين، كل واحد وواحدة إن شاء الله. ده والنهاردة نبدأ فيديو جديد وسلسلة جديدة، وهي هنتكلم عن أفضل 5 أفلام كورية 2019 واللي نالت على جوائز كتير، وبصراحة كانت حلوة جدا ممتعة ده. وطبعا احنا شفناها شخصيا وحبينا ان احنا ننصحكم بيها، نجيب لكم تقرير بسيط عنها وننصحكم ان انتوا تشوفوها. وطبعا الترتيب اللي احنا نقوله على ترتيب شخصيتنا احنا وعلى ما احنا حبيناها يعني، وهو بصراحة اعتقد ان هو الافضل. فهنقول لكم الحاجات الحلوة اللي في الفيلم والحاجات اللي هي ممكن خلت الفيلم شوية بالنسبة لنا انه يبعد شوية الوقت. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وكومنت وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما عملناش سبسكرايب وزاير جديد يعمل لنا سبسكرايب ونكون شاكرين. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول فيلم معانا للنهارده هيكون هو فيلم اكسايت او بالعربي المخرج. فيلم المخرج اكسايت، بشوف دايما الناس تقول اكسايت اشبه ولا زي كبشة اكسايت مخرج. اكسايت ما حد اكسايت فيلم اكسايت بالعربي مخرج او خروج. الخروج يعني ده الخروج. هو بيتكلم عن تعلن المدينة عن حالة طوارئ. كان فيلم ده أول فيلم معنا يكون إكسيت أو الخروج بالعربي أو المخرج يعني. ده الفيلم هو أكشن وإثارة وكوميدي وتشويق ودراما في نفس الوقت، بيحدث أحداث كده في الأخير بتبقى درامية. ده فيلم إكسيت طبعا حصل على جوائز كتير مش هنتكلم عنها لأن الفيلم طبعا رائع جدا. الفيلم بيحكي عن عمل إرهابي انتشار غاز في مدينة من مدن كوريا، سيول مثلا. طيب الفيلم دوت هيبدأ إن هو هياخد البطل عيلته علشان أمه عيد ميلادها 70، فهياخدها يعملوا حفلة لعيد ميلادها في قاعة. القاعة دي هيقابل فيها حبيبته اللي ما كان شافها من زمان اللي هي البطلة يونا. طبعا يونا هي إحدى منظمين الحفل في القاعة، فهناك هيتقابلوا الأبطال وهتبدأ قصة الفيلم وهيكون بداية العمل الإرهابي هو انتشار الغاز. بعد ما ينتشر الغاز هيحاولوا ينقذوا عيلتهم ويخرجوا من القاعة دي. طبعا اعلنت كوريا في حالتها انه لازم كل الناس عليها توجه الى اعلى سطح في المباني اللي هم عايشين فيها علشان تيجي طيارات الهليكوبتر اللي بتنقذهم وتنقذهم من هناك. فهيحاولوا الابطال بدورهم ان هم يطلعوا على سطوح المبنيات ويحاولوا ينقذوا نفسهم. ودور احداث الفيلم كلها عن ان هم ازاي يهربوا من الغاز السام وما يقدروش ان هم يلمسهم. السام ده اذا لمس حد على طول بيجيله حروق في الجلد، وطبعا اذا تنفسه بيجيله زي التسمم الداخلي يعني يبدا يموت الشخص على طول بعدها بشويه. فمش راح اقول لكم القصه وهخليكم انتم تتفرجوا عليها وتعرفوها اكثر وتستمتعوا معانا وتشوقوا. ودلوقتي ندخل على الفيلم الثاني اللي حاز على جوائز كتير وكان مشوق جدا جدا جدا، وهو فيلم الغضب الالهي ساجا بالكوري انجليزي ذا ديمون. اوكي الفيلم طبعا بيحكي عن ان هو فيلم طردي ارواح واشباح، والفيلم ده رعب وكله كده اثاره وتشويق واكشن في نفس الوقت، بس ما فيهوش دراما المره دي. طبعا الفيلم دوت خد جوائز كتير وترشح لعند امريكا علشان كده ترجموا الفيلم للانجليزي. انا 원래 십자가 보면 막 화가 났었거든요. 우리 아버지 돌아가실 때 신은 아무것도 안 했으니까. 솔직히 말씀드리면 이게 정상보다 훨씬 더 건강하신 편입니다. 근데 이거 왜 이래요? 침 남쪽에 십자가가 있대. 십자가? 거길 가면 널 도와줄 사람이 있어. 상투스 도미누스 데우스 사바우스.
이게 뭐예요? 나 그딴 거 믿지도 않는데 이게 왜 생겨요? 이게 왜 생기냐고! 사람들을 홀려서 악마한테 제사를 지내는 사제들이 있어. 검은 주교라고 부르는데 내가 그 검은 주교를 찾아내야 돼. 내가 가만히 있어요. 도대체 왜 아무것도 안 하냐고 왜! 제게 힘을 주소서. خلصنا الفيلم الثاني اللي هو الغضب الإلهي ساجا أو The Devil. مش رح لأقولكم أحداث الفيلم لأنه بصراحة كلها عايزة تتشاف ومش ممكن أنها تتشرح لأنها أحداث جميلة وحلوة كل ثانية فيها تشويق. نخش دلوقتي على الفيلم الثالث اللي حاز برضو على جوائز كتير وكان جميل جدا وانتشر في أمريكا وانتشر في دول كتير وناس كتير حتى شافوه عرب. الفيلم الكوري هو Parasite أو بالعربي طفيلي لأنه بتطفي على الناس. طبعاً الفيلم دوت هو دراما وقتل وتذبيح وتطفل، يعني عارف لما إنسان يتطفل في حياتك فممكن يتعرض على ممتلكاتك يعني ده. فهو بيحقد على الناس الأغنياء ده، هو بالتحديد بيكون البطل أو عائلة البطل بتطفل على عائلة تانية غنية، من كتر الحقد اللي هيحصل مش عارفه افكر لكم يعني نهايه الفيلم ولا لا. من كتر الحقد اللي هيحصل هيتطفلوا عليهم وهيعيشوا عندهم في البيت بتطفل، وتحصل احداث كتيره. او البطل والبطله، مش هقول البطل والبطله هم لوحدهم اللي بتدور عليهم الاحداث، العيله كلها هي بتدور عليها الاحداث. احداث الفيلم دوت بتحكي عن ان العيله ديت فقيره جدا وعايشين تحت الارض، مدفونين بالحياة زي ما بنقول عندنا. القصة الثانية هتكون في عائلة غنية جدا ومرتاحين وعايشين في بيت جميل جدا ده. فهتدور القصة انه البطل ده اخته هتزور له ورقة علشان يروح يشتغل في بيت الراجل دوت الغني عند بنته، يعني درس خصوصي ده. طبعا البطل هيروح وهيجر كل عيلته وراه. هتعرفوا طبعا في الفيلم ازاي قدر يدخل كل عيلته ويطردوا الناس اللي كانت شغالة قبلهم. البطل دخل، بعدها دخلت البطلة اللي هي اخته برضو على عيلة اطفال هتربي ابنهم الصغير في العيلة الغنية دي. بعدين هيبدأ ان هو ابوه يدخل برضو كسواق للبطل الغني، وبعدين هيدخلوا امهم كمربية للبيت. بقى القصة هنا ان هم هيسافروا العيلة الغنية دي كلهم على اساس لرحلة تخييم في المنطقة، والعيلة دي هتكون طبعا عايشة في البيت مكانهم. طبعا هم مش عارفين ان العيلة دي عايشة مكانهم في البيت، ومش عارفين ان العيلة الفقيرة دي كلها من نفس العيلة، يعني طبعا هم فاكرين ده من شخص غني والسواق من شخص فقير والبتاع، يعني كلهم من عيلة مختلفة، واخته جاية من برا درسة برا فانهم مش من نفس العيلة. طبعا كلهم بيجوا بيحضروا بيبدأوا من هنا يستولوا على البيت بشكل تام، يعني يستولوا على البيت. القصة من هنا ان هم هيحصل قتل، يرجع تاني للبيت بشكل مفاجئ، هيحاولوا ان هم يستخبوا في البيت علشان ما يتعرفوش يعني ان هو من نفس العيلة وكده يعني. ومش عايزين نحرق لكم برضه هاشتاج مش عايزين نحرق الفيلم وواضح ان احنا بنحرقه. وبكده دوت نهاية الفيلم تبعنا. لازم تشوفوه اللي حاب القصة، وطبعا من الاعلان زي ما انتم شايفين ان هو مشوق صراحة. بس في حاجة واحدة في الفيلم ده ممكن انها ما تجذبكوش في بداية اول نص ساعة فيه، ان هو هادي ما يجذبكش للقصة، يعني الواحد بيبقى عايز يبدأ الفيلم يحس ان هو فيها يكون اكشن قتل اي حاجة هادي شوية لغاية ما يوصلوا يعني لبداية البيت بقى وتبدأ القصة المشوقة، يكون الواحد طفش في بداية الفيلم شوية. ده عيب الفيلم ده بالنسبة لنا احنا، علشان كده حطناه في المرتبة التالتة. لكن ما يمنعش ان قصة الفيلم طبعا قوية جدا، من احلى الافلام اللي ممكن تشوفوها. طبعا هنوصل للفيلم الرابع معانا وهو فيلم جاي
حاز على جوائز كتير وكان صراحة جميل جدا. هو من سلسلة أصلا مسلسل كوري معروف Bad Guy. طبعا الفيلم هو أكشن وجريمة وتشويق بمدان. أحداث الفيلم بقى عن إن البيجي المحقق أوه دوت بيجمع تاني مجموعة من المجرمين اللي جوه السجن علشان يستخدمهم إن هم يعملوا تحقيق تحقيقات بحيث إن هم كل شخص هيقبض عليه من المجرمين هيخفف في العقوبة لهم اللي كانت مدة سجنهم مثلا 10 سنين هيبقى 5 سنين وكده. ده طبعا مجموعة المجرمين دول طبعا بحكم ان هم مجرمين فعارفين اكتر حاجة ايه المجرم ممكن تجذبه للجريمة او ايه هي مثلا خطوته للجريمة يعني وهيقدروا من نهاية يمسكوا المجرمين. طبعا الدور احداث الفيلم كلها ان هم بيحاولوا يمسكوا مجموعة او عصابة من المجرمين اللي حاولوا الهرب في خلال نقلهم من السجن الى سجن. دور الأحداث كلها عن تحقيق وأكشن وأسرار هتشوفوها معنا في الفيلم. الحلو في الفيلم دوت إنه من سلسلة مسلسل باد جاي الشهيرة المعروفة الكورية وطبعا كمان إنه هو أكشن وأسرار وفي إجرام وهروب من السجن وكده. اللي بيحب الأكشن أكتر حاجة يشوف الفيلم دوت. صراحة فيلم جميل وحلو و ما يستحقش إنه يتحرق يعني أحداثه عشان كده لازم تشوفوها. لازم تشوفوه. ندخل أخيرا على الفيلم الخامس هو فيلم إكستريم جوب أو عمل شاق وظيفة شاق. الفيلم دوت من تصنيف أكشن ودراما وكوميدي كوميدي جدا. خد على مرتبة للأفلام الكوميدية في عام 2019 بالنسبة للسينما طبعا الكورية. طبعا بتدور أحداث الفيلم دوت مجموعة من الشرطيين بيتنكروا في زي طباخين أو بيشتغلوا في مطعم الدجاج عشان إن هم يقبضوا يعني على مجموعة إجرامية. هالدور بقى تبدأ القصة إن هم هيروحوا يشتغلوا في مطعم للدجاج توصيل الدجاج فهيتفاجئوا طبعا معهم واحد فيهم بيطبخ دجاج بطعم حلو. طبعا احداث الفيلم بصراحه تموت ضحك كلها حلوه. طبعا هيتقلب الموضوع تماما ان هم بس يكونوا مجرد شرطيين وحس عن المجرمين ليه ان هم يكونوا طهاه وبيعملوا افضل دجاج يمكن في المنطقه كلها. وهيتشهروا بقى ان هم مجموعه من الناس بتعمل دجاج حلو فهيبداوا ان هم ينسوا شويه التحقيق عن المجرمين والحاجات من دي يعني. فهتقلب الفيلم من أكشن ودراما وإن هم يقبضوا على مجرمين إلى كوميديا وضحك طبعا الفريق طاقم العمل كلهم هم يعني مش أغنياء يعني فقراء شوية فإن هم لما هم هيشتغلوا في مطعم الدجاج يفرحوا إن هم تشهروا وفي فلوس جاية لهم وحاجات نضيفة عشان كده يبدأوا إن هم ينسوا شوية التحقيق كده يعني. فالفيلم بصراحة جدا حلو وكوميدي بس طبعا في النهاية ان هم هيرجعوا تاني لوعيهم وهيروح يحققوا في الناس المجرمة دي. مش عايز احرق لكم بقى القصة ازاي هيقبضوا عليهم ده. وطبعا يكون الفيلم كله اكشن وكوميديا لغاية نهاية الفيلم. كده وصلنا لنهاية حلقتنا وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة واستمتعتوا معانا وان شاء الله اللي ما شافش الافلام يروح يشوفها واللي شافها يقول لنا في التعليقات تحت ازاي برضو هل عجبته او لا او ايه برضو اللي حبها فيه وايه اللي محبهاش. قول لنا كمان ايه افضل فيلم كان عنده بالترتيب بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه. واذا حابين نعمل سلاسل اكتر عن نتكلم عن الدرامات والافلام والموسيقى كمان الكيبوب اكتبوا لنا تحت في الكومنتات اذا عجبتكم الفكره ده. واذا ما عجبتكمش اكتبوا لنا برضو تحت في الكومنتات في الكومنتات ده. كان سامي ده شنشكم باور عائلة سوسو ديزو سرانيا ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. انيو هيقابل المنافس لي يكون حاطط الصليب على ظهره وهيبدأ من هنا يضربه ضربا مبرحا حتى يموت. موت يا حمار موت يا كلب انت وحش حاطط الصليب في ظهرك ليه وحش يا وحش انت حاطط الصليب.